مستحيل. لا ما هي ايش نقول تطلع ليته هنا ما في هذا في ذنبتك ها الاعداد غششونا بالكاميرا بالله في ذمتك ها هذه هنا موجهه من هنا كذا تحدى لا صدق لقيته يو بالله علمني ذا ايه نو بصوف بالله اذا لقيته على اللي اعطيني اياها ما على السجن النهائي توقف نواف من منصور السجن النهائي 90 هو يا صدق يا ضحكتي سام جا طيب تخيل اكذب عليه لا ما يكذب لا ما يكذب لقيت ريان ها الهنجر دورنا فيه لقينا بس ما لقيناه ريان يغب يك ريان مستحيل هنا ايش بكره خاف يلطعني اتوقع انه هنا بس يخاف يلطعني ما في شيء يا تغششونا تكفون يا يمكننا فوق النهار ايه يمكننا فوق النهاير فوق النهاير والله ما تدري شفتوا لها حقت النهاير ذي غطي المطر يمكن ادور على كرتين يقول عليها الله ابو كلب يمكن اخاف اشوف الكاميرا ويقولون هذا هم يقولوا الكاميرا موجهه يمها كاميرا موجهه يمها يم الجائزه بالضبط ترى يا عيال غششنا شوي قال ان الكاميرا ثابته عليه يقول الكاميرا ثابته ما تتحرك مش وقته اصلا على وري الكاميرا اصلا لقيته لفت انزل انزل وش مكتوب انزل وش مكتوب الو لقيته 3000 نقطة خصم الله يشركم والله ما تاخذه ماني ماخذه المحل اللي دورت فيه ادور فيه وين دور؟ مدور فيه وين دور؟ وين؟ تعال 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 وين؟ حد يطيح حد يطيح وين 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 وين؟ ايه هنا والله انك اول محل بديت فيه بالله وين؟ على الرف الثاني 3000 نقطة اي والله شوف 3000 نقطة بروح اسلم اللي ما يكتب هادي. عسر علي بن هادي اللي ما يكتب يس بس. علي بن هادي
افا يوم رفيجي ما يبور برفيجه افا انت قلت طال صبر يا المجمول والانتظار يا رجال اللي عندك انا عندي افا يا رجال اللي نسيت المحبة ربك أولابك ماني بملزوم أحبك وانت غشاشي تغانو يا ولد ما في أحد بالبث هنا الحان مش خلت تمشي برا المخرج جل ايه مخرج عزي عزي أول ما خلص برنامج يجي أشتا هويحي هويحي اسمع اسمع روح مجمل عقده الله اكبر اسمع امشي عزبه ولا كل جوده بنفجي وجيب متحمس خلاص تقدم على طول امشي المخرج احنا المخرج يمشي لازم يمشي ورانا تدري ليش من بعد اذنه تدري ليش لانه خرب علاقتكم مع الجيش شوف 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 لانه ما في احد اصلا الشباب كلهم ما في احد شوف شوف لف علينا صبر يا لا تطلع فينا حبيبي قل إيه ولا لا أستاهل أستاهل زايد زايد تعال تعال أستاهل ولا لا أنت الحين أستاهل إحنا ما تهنا الخصم يروح ممكن تجيب خصم دقيقة أستاهل ولا لا خلاه يقول له أخوي يا ولد يستاهل ولا لا اللي يقول يستاهل تقولي تقولي يوم جاء دعمي تقول لا تفشلني فيهم طيب دقيقة من جديد يستاهل ولا لا بعطيك الحمد لله تكفى ها بجيبك كندر فوق تحت اي قول يستاهل وين كندر خلاص خلاص ابشر بكرة اجي اوصل بقالة انا خايف ابن عمي تعطيني 500 نقطة تبشر باب ثلاث كل ابوها كفو ثلاث نقاط حبيبي خلاص لا انت عليك خصم باي تستاهل صافي والله لو اني ما اعطيتك اخذتها لنفسي يعني وين عقاب وين عقاب خليني عقاب يتحداني وينه تستاهل لا تبشرنا ترى انا خابري اين ترسلها شاق الرزق لي خليه من هذه اهداء للجينار جينار اوكي هذه دقيقه تعال تعال زاي زاي دقيقة دقيقة هذه إهداء الجينار الجينار هرجني هرجني عين فيني عين خلاص هنا يلا هذه إهداء الجينار الجنرال إيش الجنرال الجينار الجنرال الجنرال الجني الجني رال الجنرال لا لا آخر شيء لا مو برا أخله يا الجنرال الجنرال خبر الج الجي الجي نيرال نيرال الجنرال الجنرال الج الجنرال عود الحروف قسم هذه الجنرال هذه الجنار قسم الحروف قسم الحروف هذه هذه للجنرال للجنار للجنرال هذه للجني الجني رال الجنرال الجنرال ايوه الجنرال الجنرال لا عد الجنرال لا رار ذي لا تعود راء الجنرال راء واحد الجنرال ايوه هذه هداله علمه هداله الجنرال امسح الثلاثه امسح الثلاثه تمام امسح ابروح سلم محمد عيسى عليك خلي معك لا 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 اهداء الجنرال اهداء لمن الجنرال 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 حلو جنرال اهداء لمن جنرال توفيق غير هدف والله ما حد سبق حاول تروح مو معصب ثلاثة آلاف عيال ثلاثة آلاف احسب اني ما اخذ نجم الجمهور اهداء لمن؟ اهداء لمن؟ الجنرال الجنرال هذه اهديها الجنرال الجنرال جار ابشر شوف درست تخيل تخيل ابو محمد تدرس كيمياء بالانجليزي
انا كيمياء وبالعربي ما فهمت والله العظيم. بمناسبه عشاء نواف الاكلبي لا يستمر في مقاطعه زملائه. لا بمناسبه الجنوب خليه يعطي لا 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 شو اسمها؟ جنرال. قلها جنرال. قسمها جنرال. جنرال وش جنرال؟ جنرال الجنرال خل منطق زين. جنرال ايش؟ جني الجني رال رال جني جني رال رال بس تكتب جنرال. جنرال قل جيني رال. جنرال بس اسهل لك. جيني جيني رال. جيني ولا وجه جيني رال. جيني رال جيني رال جيني رال ايوه جيني رال يسعدينك. طيب بمناسبة اني خير 3000 باذن واحد راح خاضره. حاول يا ابو سعد تروح يمين ولا يسار ولا يمين ولا يسار يا زايد. يلا يا زايد يمين يسار ولا يسار يمين يسار يمين يمين يسار يمين يسار يمين. طبعا بمناسبة اني خذيت 3000 نقطة انا بكرة ذا راح اكون ضايع. لا بكرة وايم بكرة خلاص دخلنا اليوم الجمعة. بكرة السايس اليوم بصير لكم الجمعة. خلاص يلا لا مخيل. طيب بمناسبة حصولي على 3000 نقطة لا زال خالد الروقي قاطع جسر. بمناسبة حصولي هذا له ساعة يقول بمناسبة 3000 نقطة بكرة لكل واحد منكم وجبة من ميم. بيض الله وجهك تم على القوة على القوة. اي ابي بي يصرفون انفسهم لا عاد خمسة جبهة. أنت رجال قلت كلمة ما خسر. قرعة حجر رقم قص. لا لا كم أنا راضي أنا. والله العظيم أنا مثلك قبل كم يوم. وجبت لي 400 دقيقة بروح على الكاميرا قرعة. أما صدق. بس لا لا. عيال قرعة اللي يطيح على قرعة ترى ما مخرج. يلا. هو وجهه. أنا تبرع له لأبو سعد. خلاص. لا معاك قرعة ترضي. لا والله ما يجيني. برضي كوفو بس ترضي هذا خلنا خلاص قد النص. اليوم أصبح عيد خلق متحيد خمسة يوم قد النص. كيف حنا خمسة؟ أنا بختار. لا شلع لا صغير تسمعك الصغير. أنا صغير أنا قبلك أنا قبلك والله أني قبلك اللي يطيح فيه. أنا صغير أتي ترى بس زايد لا أنا صغير. واحد اثنين ثلاثة. أنا صغير. ثلاثة دقيقة اللي يطيح عليه ذي الورقة هذا ما أعطيه وجبة. أنا صغير الحين زايد وجبة معك. يلا انت صغير. انا الوسط انا صغير قلت والله اني قبلك. وانت صغير وانت صغير انا قبلك انا صغير. خلاص انا الاخير. يلا رح هذا ذي الوسطى. خلاص الوسطى اي خلاص. وانت طاحت علي خالد ذي اخر شيء. طاحت على خالد وخالد اللي بياخذ الوجبه هو زايد فقط. استهلوا انا عارف. خلاص كفو لا مورا تاريخ يا ولد على حسابي بكره. شنو بس تعال كفو انت كفو. خلاص جيبها بالنيابة بعنهم بسددك. خلاص لا تعقب. خلاص سالفتك. انا قاعد اسولف على الرجل. اسلم يا ابو منصور. قطعت السالفه. اسلم خلاص قطعت سالفتي مع اسلم. اسلم يا اجنبي ولا تثيري وجهك وجهك. قبل يومين بسم الله الرحمن الرحيم والله ما شاء الله قبل يومين يقول كويس. قبل يومين يقول بسم الله ابو منصور يحب يا تخرب عليه خشمه محجمي خالد. ايش بيصممون الحين؟ ايش بيصممون الحين؟ يقولوا لا الحين ما بيقولوا ايش اسمه؟ تحزم هين وقايد. سوي حركه ثانيه. محزم الهين. واذا سويت نفسي راقد. يقولون العرب ان الغرام اجمل كذا عرفت تصميم. طيب شوف كيف خالد. زايد نادني ارحب بمنصور. تعال تعال. كيف خليتني منصور تعال جماعه وحيد. ارحب التقينا بما انه بعد صلاه فجر والوقت هذا يعني كويس وقت مره تذكر. اتمنى يعني خالد بن جديع الروقي يعطينا يعني كلمه دينيه. كلمه دينيه وذكرهم بالوقفه. خالد ذكرهم بالوقفه في وقف في سفير. انت هو الرجال اختارك انت. احنا كلنا سفر. اقول عليكم باذكار والله العظيم. والله ما يعطي خير. ما يعطي خير والله صدق. اذكار لازم انك تذكر نفسك فيها. وفيها الحين الجوال. اصلا الجوال يذكرك فيه يعني يجي تنبيه بعد كل صلاه ولا شيء يذكرك اذكار. طيب عطنا اقل شيء يعني في الاذكار يعني فائده واحده منها. انا اللي اقولها العودات وكل شيء وفيها انا ارددها اعوذ بكلمات الله تمات وبشر ما خلق وش اسمه
اسمه بسم الله الذي لا ذر مع اسمه شيء فرض ولا سواء الله سميع عليم. بيض الله وجهك والله يجزاك. عطني يا ابو محمد حاجه ينتفعون بها. اذا قلت بيض الله وجهك. الله يجزاك خير. كم مرة؟ هذا مرة هذا في ذمة الله يقولون هو من آمن به اسمه هو ذمة الله حتى طيب أكثر. وأنت يا منصور من صلى من صلى من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمشي. هذا رقم واحد. رقم اثنين قراءة سورة طبعا غير الأذكار هذه شيء مهم شيء أساسي. استريحوا خاصة بعلمهم. عرفت نذبح الذيب دقيقه طيب ما ليه ليه اسلم 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 يا ابو منصور اسلم. ليه ما حد ما يقطعون لنا اسلم اسحب انا من برنامج والله بس اسلم يا ابو منصور يبيها من الله. ايه كم من صلى الفجر يا جماعه فهو في ذمه الله حتى يمسي. والاذكار الاذكار شيء مهم. بعد صلاه الفجر اذكار الصباح وبعد صلاه العصر اذكار المساء وقراءه ايه الكرسي بعد كل صلاه فلا يكون بينك وبين الجنه سوى الموت ان شاء الله. اسلم يا ابو سعد اعطنا لا لا عندك شيء انت ماني متكلم عندك سديد انت يا ابو تكلم وذكر بالوقت. اقول والله شوف الله سبحانه وتعالى اول شيء كل في تلقى اللي تبي تاخذ اجر تقدر تاخذ وانت جاهز في مكانك عز الله. يعني الدين يسر والاجر يسر بعد يعني حتى الابتسامة لدرجة الابتسامة بس تبتسم في وجه أخيك المسلم صدقة ولها أجر. أنا أقول بما أننا إحنا في منصة عالمية كبيرة أقل شيء إنك تذكر في اليوم كله بشيء واحد يستفيدون منه الناس. لو صلى على النبي. لا أيوه زي صلى على النبي. صلوا على النبي اللي ورا الشاشة كلكم. نعم ما صلى على النبي. على أي صلاة؟ واحدة. صلى الله به عليها عشر بها عشر. عشر يا ولد وانت بغيت تقول انت جالس في مكانك يا ولد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا. والوقت صلي طيب. يصلي الله عليك وملائكته عشر مرات. والوقت. طيب. والوقت. قدم الصدقة. وهي جاية تلقاها يوم القيامة. عز الله يوم القيامة يا ولد تدور اصدقها تدور الحسنة الوحدة عشان تدخل الجنة. ما بالك اذا تصدقت وكفلت يتيم ولا ساعدت فقير ولا شليت هم يا ولد وغم على عوائل. سلام. هذه باذن واحد الاحد ان شاء الله ربي يعني ما يجي في صدرك لا هم ولا ضيق ولا غم. وقت عروه طال عمرك وغفر الرحماء هي كفاله يتيم وكفاله مسكين وكفاله طالب صح؟ صح. وفيها طال عمرك شو اسمه كفاله الارامل. يا اخي هشام واجد وانت على جوالك يمديك تصدق من الحسابات البنكيه الظاهره على الشاشه حاليا. عندك هشام واجد يمديك تصدق وانت في محلك جالس قبل من اول تدور اصدقاء ودك تصدق ولا تقدر من كثر ما انك تتعب عشان تحصل الرجال المنتفع. فلو يمديك بريال 300 3000 يمديك من نيه للمليون يمديك تقفل وقت كامل 8 مليون والله يكتب لك. اللهم امين جزاك الله خير. جزاك الله خير على الطاري الزين. والناس بعد ما باقي فيهم خير. الله 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 يمنع عنك شر بعض الاحيان دايم ان شاء الله بس اذا تصدقت انا صارت رساله قبل كم شهر. بسم الله عليك ابشر الله بسعدك خلنا ندخل بس. دخلت تويتر اتصفح قبل يمكن 6-7 شهور دخلت تويتر اتصفح اللي اشوف حاله في حساب وانا والله طفران ما في صرفت الا 90 ريال و 80 ريال. وادخل اتبرع الظاهر ب 15 او 20 ريال في الحاله. المهم يوم جاء بعدها بساعه ساعه ونص ونمسك خطنا هذي رايحين 70 و80 كيلو دمام الخبر. يوم قدنا معودين طبعا انا نسيت اصدق انا تصدقت. يوم قدنا معودين يا رجل الخط فاضي والله خطنا فاضي باقي على بقيق ديرتنا باقي على بقيق يمكن 15 كيلو الخط فاضي مثبت السرعه. ثبتها على 115 او 120. سهيت ما انا بالحالي مع اهلي سهيت يمكن 3 ثواني والله العلي العظيم اني ما وعيت قدامي الا دنه قدامي ما بيني وبينها شيء ما بيني خلاص والله انه مو بجيد مني انها حمايه من الله توفيق من الله. اي اني لفيت الدركشور وتجنبتها
والله العظيم اني من ذاك المكان لين وصلت البيت ورجلي تراهم والله لو اني لحالي اني عادي انا قدامت لحالي قدامت وجه بوجه عادي اللي يصير بس معي اهلي هنا البلاء ايه واول ما وصلت البيت طرالي اصدق انا تصدقتها شوف 10 ريال بعد الله حمتني طيب والله اصدق فيها ابو منصور يا ظنكم صدق 3000 بيجيني والله اني ما ادري ما اعرف له لعبه دعوه يقول ظنك بتجيني لعبه ظنكم 3000 صدق بتجيني اي اي طيب نواف عطني الاعصاب في سالفه بقولها لك طيب يا الربع عندي سالفه نصيده تبوني امدها ولا اقصرها؟ وسط اعترف قصرها يا رجال اها طيب يا طويل الاعمار في رجال انتم تعرفون هي اثنين يخص اللي هو اللي يسمع السالفه رجي في ناس ما سمعوها ايه اللي هو عمرو بن كلثوم عمرو بن كلثوم عمرو 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 بن كلثوم عمرو بن كلثوم يا طويل العمر الرجال ذا خلنا نبدا من ولادته من ولادة امه يا طويل العمر الزير سالم جيته بنت قال روح ادفنها ما بيها البنت هذه ما بيها ادفنها يسمونها الوغيد يودون البنات قالوا ودها ادفنها المهم الرجال وقتها ما هو بيد الرحمه يا طويل العمر فراح الغلام اللي وصاه خلاص بيروح يدفنها بيوصي بينفذ وصيه عمه يا طويل العمر يوم راح بيدفنها ويجي هاتف الهاتف ذا وش هذا هاتف من الجن مو هو هاتف جوال هاتف من الجن يقولوا لها ابيات ما ادري وش من الكلام ذا بس مهم مختصر الابيات ذي عشان ما اطول عليك مختصر الابيات هذه ان لا تدفن البنت في بطنها شيء كبير لا تدفنها الهاتف الاول الهاتف الثاني ثلاث هواتف جت في نفس الموقع هواتف بينها الهواتف الجن هاتف من الجن ابيات يقولونها الجن للشخص يا طويل العمر ف ما دفنها راح وداها امها فيوم جاء الزير صحى زير سالم يوم صحى جاء عند قال ما وين بنتي قال بنتك انت تقول دفنها دفناها قال لا كذبتي ما دفنتيها لان جاء هاتف هو الزير بعد قال ترى في بطن بنتك ذي اللي جت رجل يقود الناس في 15 عمره 15 سنة يقود القوم اللي هو منهم يا طويل العمر المهم وهو يروح يم ايش اسمها ذا ويقول اكرميها اكرمي البنت اللي جت المرة الأولى روحت السنين لين جت هند وجابت من كلثوم تزوجت كلثوم وابن مالك ايه تزوجت كلثوم وابن مالك وجابت عمرو بن كلثوم وابن مالك حتى من السوالف اللي جت ان كان عمرو هو صغير وهند امه والزير وكلثوم فجاب يصب طال عمرك قهوه تجاوز امه تجاوزت عمرو صبت لابوها الزير ورجلها وسحبت على عمرو حتى بدا معلقته صدت الكاسه عنا ام عمرو وكان الكاسه مجراه اليمينة المهم روحوا صاطي اي صاطي الرجال حتى اضربه ابوه تراني غادي اضربه وقتها يا طويل العمر مشت السنين 3000 مشت السنين مشت السنين يا طويل العمر بعدها راح هو عمرو بن كلثوم الى ملك الحيره اللي هو عمرو بن هند في فرق بين عمرو بن كلثوم وعمرو بن هند راح يمه يوم سيروا عليه عاد عزيمه عاديه يعني مو بجايين بسلاحه وما ادري وش من الكلام ده العزيمه كان سببها ان عمرو بن هند قال من يبي يذل يبي كل الحريم يخدمون ام الملك اللي هو عمرو بن هند يبي كلهم يخدمون امه قال من تعرف امه من خدمه امي قال ما فيها الا واحد قال من هو قال هند زوجها عاش اسمه كلثوم بن مالك وابوها الزير سالم وولدها عمرو بن كلثوم شوف وين وعمها وكليب كلها مجتمعه يا طويل العمر والله شاش تقوم لا تخلينا تقوم المهم يا طويل العمر ف يوم راح بالعربي الريجي راح يوم قسم الريجي والحريم راح يوم قسم الحريم ف خذ العيال رجع يقول قص فطاحت طيحت صرفت الخادمات وطيحت القدح قالت يا هند ناولين القدح قالت فلتقم صاحبه الشان كررتها ثلاث مرات قالت وبعدها صاحت الولدها قالت واذل الله لتغلب واذل الله لتغلب وهو يقوم ولدها فيه ما معهم اسلحه الا سلاح فوق راس الملك ملك الحيره
هو ياخذ السلاح هاي قص راسه. يوم قص راسه وروح من الكلام قالت يوم انهم راجعين قالت والله انك خير من خير الثلاثه ذاك اليوم اللي هم صددت الكاس عنا ام ايه عمرو. هو بدا مع اللقطه اللي يعتز فيها يقول الا هبي بصحنك واصبحينا فلا تسقينا لن درينا مشعشعه كان الحصه فيها اذا ما الماء خلطه طحينا تصد بدل لبابه عن هواه اذا ما ذاقها حتى يلينا صددت الكاس عنا ام عمرو وكان كاس مجراه الى مينا وما شرت ثلاثه ام عمرو بصاحبك الذي لا تصبحينا وكاس قد شربت في بعلبك وكاسا في دمشق وقاسرين ونحن سوف تدركنا المنايا مقدره لنا ومقدرين وروح فيها يقول الا لا يجهلن احدا علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين واذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين بيت عظيم عزوتنا عزوتنا هياره قوم اذا وش يقول قوم ايش قوم اذا ايش ياكلون رؤوس البشر لا قوم اذا قوم اذا انا خبر واحد بس السب وش وش قوم اذا مس الحذاء وجوه وش وش هذا اللي طرالي هذا اللي طرال هذاك سب هذا هجاء في واحد لا قوم اذا مدري يقول هنا ادري عد عد قصي صار لا هبي بصحنك واصبحينا فلا تسقي نار الاندرينا مشعشعة كأن الحصة فيها إذا ما الماء خلطه طحينا تعالوا تعالوا تصد في ذا اللبابة عن هواه إذا ما ذاقها حتى يلينا قوموا سالم قوم صددت الكأس عنا أم عمر وكان الكأس مجراه اليمينة وما شر الثلاثة أم عمر بصاحبك الذي لا تصبحينا دقيقة يا قد شربت في بعلبك وكأسا في دمشق وقاسرين ونحن سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين خلص السالفة بعدين بكمل بسولف ألا لا يجهلن أحدا هي من عرض كمل الجلسة ألا لا يجهلن أحدا علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين تصد بدل لبابة عن هواه إذا ما ذاقها حتى يلينا يا ولد شي يا ولد قصة ذي والله يا معلقة إنها أفضل معلقة عندي أنا هذه خلها قصة خلها محتوى قصة ما يحتاج محتاج انا سنباتك شو زبا اقول لك الصدق لا شوف عندك شوف الموتر وشد توك راجع من السوق انا صدق ابعلمك طيب عن واحد ابعلمك عن واحد انا تونست طيب عشان ما تسقط علي لا ما مسقط والله انا لا اسلم الله اسلم اسلم اضاءه حلوه اضاءه حلوه انا اتحرك يا ولد ما اذا جيت سولف اتحرك ما عرفت صراخ خفيفه عادي مكتب عادي اشترك مكتب ترى مكمل في تدريب انك تستخدم شيء يدافع عنك انا اي بالله يا عم يا ولد انت خلاص جيت لكن كل شيء اكتب هذا مبصم بدمي مبصم فيه بدمي امسك خل دمي يا ابن حلال ها شفاء العلم عقاب عقاب اين عقاب يا رابع بعلمكم قصة اشرب هذه قصة رجال ابوه طيب طيب كان عنده ولد وبنتين انت معي بالقصة؟ ايه لا والله ما انت معي لا والله ولد لا والله معك بس كنت بشوف هذه بتطيح ولا لا ايوه كان عنده ولد وبنتين اين عقاب قال لولده بعطيك ثلاث وصايا ايه تمسك بهن الدنيا كلها لين تموت قال وش الوصايا يبه قال اما الاولى لا تجاور بيت الشيخ بيت الشيخ لا لا تصير جار للشيخ ايه قال الثانيه قال الثانيه لا تزوج اختك الرجال غني قال الثالثه قال الكلام ولا نهدم فالحال
عشا صرحان والطيب القلوب اللي تجازي كبان احسان وتزنى الصدور اللي من الخير من شرحان لا إله إلا الله. هذه القرية اللي دعمناها قبل، هذه القرية اللي جاها وقف عروة اللي كانت ضعيفة وفقيرة اغتنت، اللهم لك الحمد. خل أخذ لي لفة أشوف. يا سلام، هذا البيت اللي كان مهدود. الله يا الدنيا، اللهم لك الحمد يا ربي لك الحمد. هذا البيت اللهم لك الحمد، هذا الله جمع شملهم بعد ما كانوا متفرقين، هذا الطلاب اللي كانوا يبغون يدرسون. يا سلام، تعال تعال، الله يرزقنا وياك. أنا وجهك مو بغريب علي، مألوف علي وجهك. أنت خليتني أذكر أيام قبل. وشو؟ كيف أصارحك؟ إيش فيك؟ أنا اللي تشوفه ذا كله واللي يبيعه ذا كله من فضل الله ثم فضل جمعيتكم، واللبس ذا واللبس ذا كله من فضل الله ثم فضل جمعيتكم. ما سوينا إلا الخير، والله إننا نبغى كل ياخذ حقه، كل يرزقه الله، نبغى الواحد يشتغل ويتعب على نفسه. وزيدك من شعر بيت، أنا متزوج من فضل الله ثم فضل الجمعية. ألف مبروك، ألف مبروك، الله يبشرك بالخير، الله يبشرك بالخير، الله يجزاك بالخير، الله يبشرك بالخير. أذكرك يوم إنك جايني تقول أمنيتي أتزوج، أمنيتي يكون عندي بيت، اللهم لك الحمد. ودخلت سروري والله في حاب أذكرك بشيء. تدري من تشكر؟ تدري من تدعي له؟ ادع للمسلمين أهل الخير، اللي تعب، اللي تصدق، اللي حط ماله من مال الدنيا المال الآخرة. الله يجزاهم خير. تبغى شيء؟ ناقصك شيء؟ الله يسعدك سعادة. أبا ناظر القرية وأبا ناظر الأمور كلها. شكرا لك وشكرا لك يا حبيبي، الله يرزقنا وياك. هذول اللي كانوا متزعلين قبل وتصالحوا، يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد يا ربي يا ربي لك الحمد. اقسم بالله العظيم، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد اللي بدلتها من حال الى حال افضل. خل ادخل على شيخ القريه اتاكد. يا مرحبا، هلا وغلا، يا مرحبا يا هلا، اهلا هلا وغلا بالشيخ، هلا بالغالي، هلا بالغالي، يا مرحبا هلا هلا يا هلا، الله يجزاكم خير. مرحبا 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 يا مرحبا، الله يزيد فضلك. تدري انك كسبتني بجميل، والله انكم كسبتوني بجميل، خاصه انت يا شيخ القريه اللي مسكت الناس، اللي ثبتتهم يد على يد، اللي اي والله الله يجزاهم خير. اشهد انهم تعاونوا، لولا الله ثم اهل الخير ما اكتمل الوقف، صحيح، وما زانت الامور، الحمد لله، واليتيم ما اشتغل، الحمد لله، قابلت لي ناس، انت شايف القريه قبل وشايفها بعد، الحمد والله لله. العظيم اني استانست، الصغير اللي كان يتيم كان يقول اتمنى اني اشتغل، صح، كبر وتزوج، كله من فضل الجمعيات ومن فضل الله، يسعدك الله يسعدك، الله يجزى اهل الخير خير عظيم، الله الخير يطول عمره. كم تكفى يا شيخ، يا شيخ انا تاثرت، جونا قبل وجيناهم، تذكرهم يا شيخ يوم الدنيا دنيا اول، والله بس الحمد لله، الحمد لله على كل حال، الله يسعدك يا شيخ، يسعدكم، يسعد اهل الخير ويجزاهم خير، والله ان جمعيتنا جمعيه عروه وقف الرحماء ما يسوى شيء بدون اهل الخير، صحيح، وكله بفضل الله ثم فضل اهل الخير، جزاهم الله خير. تسمح لي بس خذ راحتك يا شيخ، بكلم الكاميرا، مخرج عطني الكاميرا لو سمحت. يا اهل الخير، يا محبين فعل الخير، شغل عقلك معي ثواني محدودة، بس ثواني تكفى، فتح قلبك معي ثواني، تقدر؟ والله انك تقدر، قسما بالله انك تقدر، والله ان العبرة خنقتني، وان خاطري كان ضيق وين شرح، والله انت الكلمات تلخبطت. اليتيم اللي كان يتيم، فاقد امه، فاقد ابوه، كانت ثيابه متشققة، من اغنى تجار القرية،
كله بفضل الله ثم فضلك أنت، أنت اللي تصدقت، أنت الآن. كنت قبل عطيت ريال ما توقعت، شفت ريالك اللي عطيته شفت إيش سوى، شفت إيش سوى باليتيم، زوجه خلاه من أغنى ما خلق ربي، تاجر تزوج جاه عيال. يا قلبي اسمعني تكفى، شغل مشاعرك مشاعر قلبك معي، قسما بالله لو تاخذ لو اخذ منك ثواني والله انك ما انت بخسران ولا انا خسران، بالعكس خلنا نترك الدنيا ولذاتها على جنب، لذات الدنيا خلها على جنب عزيز المشاهد. انت الان تاخذ من مال الدنيا ريال ريال تحطه للاخره، شفت حال اليتيم اللي شكى حاله تو تطورت للافضل بسبه صدقه. انت الان معك ريال، شوف لك اي جمعيه، تطبيق الراجحي، جمعيات خيرية، تحويل جمعيات خيرية، ادخل على العرض، تصدق بما تجود به نفسك، شغل عقلك، التجارة ولذات الدنيا تراها مؤقتة، الله وبالله وتالله أنها مؤقتة، لكن لذات الآخرة جنة. يا أخي تخيل معي أنت الآن، الآن أنا هنا، تخيل أني تصدقت وكفلت يتيم، الرسول جنبي، الرسول معي في الجنة، الرسول اللي كلني يتمنى يشوفه، كلني يتمنى يوقف جنبه. والله وبالله وتالله انك انت الكسبان، انصحك نصيحه من اخو من قلبي لقلبك، صدق 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 وبادر قبل ان تغادر. هذا اللي ودي اقوله. وترى بادر والله العظيم ان اللي ينصح انك مثل اللي يسوي، انت انشر ترى كأنك تصدقت، مجرد ما تنشر ترى هذا صدقه، هذا الكلام اللي في خاطري وكلام في خاطري كثير تلخبطه في المشاعر ولا أقدر أعبر أكثر من كذا. شكرا لك، سلام عليكم. زين طيب هو كاتبها وانتم بتجرونها؟ طيب حن برا سوار القريه، حن فوق السطح، وش دخلنا معكم؟ الله يسعدك. يدي احترقت اشعر اشعر. ما تلقى عليك الحان ذي، انت حق لما نستشهد بنروح الجنه، لا الحذي مهيب لك، هذه للشبان عمرهم 50 سنه. خلنا نسمع. عطى عطى الربابه، عطى الربابه، جر جر الربابه. ليتني ما جر وجيهم، طلع عنك الربابه. اتحداكم يقعد سالم بن عبد الله 120 ثانيه في نفس المحل. ولد ما يتحرك، شوف لازم يتحرك. القلب ذا وين رايح؟ قصده منكوس ذا يحط قلب. اوه عطهم جو عطهم جو. ودي على شوفة عيونا عقاب. خلاص كان صدر فيه ضربة يحسب تسعين ليلة بين عدو في الليلة.
ذكرتك الافضل دائما ذكرتك الافضل دائما ذكرتك الافضل. الله الله يا عيون ما تذوق النوم ساعة تسهر الليل الطويل وتلبس إشارة القناعة والقناعة. أنا ودي يبنونها غرفة
أربعة في خمسة فيها مكيف. أرقد هنا وأقوم. هذه كي بناوها لك ولا رحت لها؟ بتاتي مشرف العقاب اليوم هنا إن شاء الله جالسة. بندشينها إن شاء الله. وي والله بيركبون كاميرا. مشرف العقاب ولا دشنتها الصباحية هنا. حطيت الجلسة كاملة هنا. هنا. نعم. هنا طول شيء طال. تعال جلسة هنا. فنانة. ولا حنا نحب ولا أحب الضامر حنا. من مع شماغ؟ ما في شماغ يا أبو منصور. من بعيد أعطني بصب هذا تبي تفيق واي فاي عن بعد عن بعد يلا 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 سوى ترند يا ولد ترى ما نكب عليك نار جهنم عدل عدل كوبزي اقرب 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 السلام شاك برغوة هذا اطلق كرك تشرب بالحياه حركني خلاص 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 تقي وجه وجه النص انت تحب كرك رغوه ولا بدون احبك اكثر ما انا احبك اكثر ابي منصور اقول لك لا تخسف تلحس عندك ايش لو تقول لبيك 100 مره ما اعطتك ريال انت بس خلها تاتي يا عقاب الحين لو الحين انت البرنامج ورحت تسوي اعلان محل الحين معقول يا رجال تحب بسوي اعلان تذحي بتسوي اعلان تشتهي انت ايش بتقول السلام عليكم اوكي يلا الحين انا دخلت محل كافي يا خالد حكي السلام عليكم ابغى اسوي نفس كذا يا رب انا ابغى لي دور نفس كذا مالك تمرد والله احتاج ريان ايش رايك ريان صب لي انا اول شيء حاب اشكر الصباحيه الجميله اللي طلعت لنا سيف طبعا سيف من يوم الضيوف فقط الشيبان اليوم ثلاثة بس اللي موجودين حلو وافضل كبسة ذقناها اليوم صراحة نعم ليه ما تصحون كبسة بدون قبل انا مع فقرة الشيبان ومعكم في فقرة الليل وفي اي فقرة وفوق السطح عايش الريلتي انا تدري ايش المشكلة انا ترى اليوم رقت واجد تدري ليه انا رقت ساعتين قومون العيال حلو فتحت عيني وكملت نومي تكملة هذه تبدأ وشو تبدأ نومة جديدة ثمان ساعات ثانية لو رقت لي ساعة قوموني فتحت عيني ورقت تبدأ ثمان ساعات ثانية أنا يعني لو ترقت سبع ساعات واحد يقومك لازم ايه ترقت ثمان ساعات لازم ثمان ساعات هذه لابد منها ولا عليكم قصور تدرون من ناقص المكان ذا من حمد الضياء أقسم بالله أقسم بالله إني يقوم ريالتي نعم ريالتي ربع بياتي بس نبغى نحط لنا جلسة هنا طبعا الجلسة بتاتي إن شاء الله اليوم رتب هنا جلسة فطورنا صباح نصلح هنا بجي معي غاز تم بعد بدون تحيز نصلح هنا مكروني يديك على دجاج طيب تشتر علي وتقول دجاج ليه أعلمك يعني لا تشتر علي وتقول دجاج احترم نفسك يا رجال أنا يا الله يا رجال الله يعز الدجاج الدجاج نعمة توكل الدجاج نعمة يا رجال عساس أنت اللي تنوكل أنت حتى بلع ما تنبلع رمع نصلح الكر آسف المهم اسمعني أنا ما أسمح عقب أني أخطي عليك في مجلسك مجلسك يا رجال ما فيه مجلس هذا شينكو كل بون اخوان هنا شينكو ما فيه مجلس كل بون اخوان هنا شينكو هناك شينكو هناك تحت الكيشن بس ما في مثل الشينكو هذا يجي محمد الناحي يحول لنا في المحل كرامك عن انجرحت صح قول لي اوقفك عليها وشو انا دائما نعم دائما صح انا الف الف نعامه انت نعامه اوكي حاجه ثانيه نذكر هنا نجيب لنا مكيف يسوون كرك ليه ابو الروقان الصباح نايم 18 ساعه طبيعي يصير روق او كرك عقاب سمعنا وش يصلح كرك اللحن انا خابره والله ما ادري ايش اللفته شدت كذا مع اللحن يا عيال اطلق اسمع انا ترى واقع يا عيال اطلق نومه نمتها في حياتي من يوم دخلت البرنامج النومه اللي ما قبل العرس يا الله من بعد تخيل ومن بعد من بعد ما تقفل البث الساعة 8 العموم نايم العموم لا وقبلها يا ريان الصباح رقدنا بدري ما جت الساعة 8:30 الا قد رقدنا انا 5 العصر ذاك اليوم يا ولد يا ولد وانت نمت مغارب مدري يا رجال انت العصر قمت 7 المغرب انا مدري يا بيذا جاني دريري شلون طقمك مخي حنا الله يا خلص ما في حسنات البان صبر يا حبيبي ارزقك الله حسنات ورصيد كلها بالله من استشار عليك الطقم ذا
حلو عرابي شكله جاي مع البريد اللي جاء اليوم ناصر تجينا بتقدر تقول تسرقون ملابسي اي وانت تسرق ملابس راعي البريد والله العظيم منها ايوه اصلح لك جلسه عجيال وانا زعلتك في حاجه طب ايه يا حبيبي بالدار عينك ليه وين 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 اسمعوا يا اهل السطح اسمعوا يا اهل السطح والكرك كل يوم وانت ترقون كان بابا انا عشان كذا جايك انا عشان كذا جايك اوكي ما نبي ينهد ما نبي ينهد ابو مناح يخلك كل يوم تطلعون كل يوم علشاني وزن زايد انا ولا ايش جايكم الحين تعال الله يحيي ابو الله يحيي اصبر الله اصبر اصبر ان ما شاءت ان ما شاءت لك الارض تشلك عيوننا تعال تشلك ايش؟ تشلك عيوننا ما في عيونك الا محلك تعال تعال انا بس تعال 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 بيب نايم لو ابو نحن جلسات اللي مترين في مترين ما تشلك شوف ابو نحن مالك انت اللي جاي يطيح انا سعد اللي جاي يطيح بساعده انا ارحب 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 اجلس يا ريال والله ما اجيك والله اجلس يا والله ما اجيك والله خلوه يرجي خلوه خالد الروقي انتبه لا يطيح فوقك لا مالك اشيل ما ننزل صورتك معي لسه ننزل صورتك ميت روح معونا بالرحمه مالك مالك ولا امسك امسكله امسكله يلا يلا مالك سيف انطاح في وجهك رجي في وجهك سيف ما عندك يا سيف اي كذا صح انطاح في وجهك ما عاد في عيضه مالك تو تو اطلع علي زين يا عيال وشو يا عيال قال الله اللي يعني نرقص انا مطويق لما تم شو وضعك انت؟ ارحب والله ما اجيك والله ما اجيك والله ما اجيك هذا ما يسد كوكب هذا يقول تاكل بعد شهر والله ما اجيك والله تستطيع ابك اقول لك والله ما اجيك والله ما يجيك وحالي تحالي اسمك كذا والله ما اجيك والله دقيقه والله محمد مناحي والله تقدر حاول ما فقرات 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 اسكت اسكت براسي براسي بغراض 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 شو اسمه خلاص بغراض هو يقول بغراض انا طيب في بيش اسمي مزق يا رب خلوه خلوه لا لا يطيح تهدمت عين القريه تقدر تقدر بغراض 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 خلاص لان الحين مشتي كرب هو خلاص ما عاد اسمع تقدر والله تقدر ابعد 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 ريان 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 ايه حتى حنز على ذي وخر ريان هو كذا هو كذا هو كذا خلاص خلاص وخر هو كطلع والله انت اطلع تعال وخر تعال والله بيت بنا والله ما لا تكون خلوه خلوه يخلوه خلوه رجع يطلع حباس البارح جرحتني يا عباس طالع انت فوق يا عباس طالع انت فوق روح زلفك جبير هنا دقيقة اجري السلم انا وانت اطلع اجيب اسلمكم فوق يعني ارضى وانت اشرب مويه قل له يلا اسلمكم فوق هنا عادل ما اقدر توزع لك شينات عيال يا عيال تفضل حتى بالسطح طيب اسمع تبون كأنه المبتشين ما منك دقيقة دقيقة أمانة سبحان الله من كثر ما تمد من كرك حتى لو لو كرك واحد عادل تو بتصير عاد كرك تعال عادل يلا تعالوا نمسك والله ما ابغى قبل ايوه ايوه حياك حياك والله لا اطلع والله لا اطلع خليك هنا والله لا اطلع والله عشان بدي توزع لك شيء تعال تعال اللي هو يعد على 10 رقاط تعال يلا امسك خلي السلم ذا امشي امشي ايه تحسبها من السلم واحد تعال امسك يلا ها والله السلم هذا نزلوه معكم تعال امسك والله اني صادق والله نزلوه معكم ابو حسين والله لا اطلع نزلوه معكم خل نجيب السلم الثاني ماني رايح ماني رايح كرك اكرك خذ العيال في الحديقه هناك اللي تسنى بطل ولد وش هذا هذا مسكين ضايع ضايع خلينا عندنا هذه جبهه ابو خشم يا عيال اوه بخرخر
سب لي كرك. تعود يا صباح وتأمل وجهك يا حبيبي انت. سب لي كرك من الكذب. اخي هلا مرحبا. ما تصبي لي والله يا ربع. والله يا ربع كنتوا بصراحه والله العظيم انها جلسه ما له يا ربع. تعال عباس لا تصور. لا تصور. لا تصور. اسمع لا تصور. تصور يا ابوي. لا تصور. ما فوق ال 14000 شيء. اذا ما ترضى حد يصورك لا تصور. ارحب. انا ارحب. يا ولد يصور 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 يصور. ارحب. ها رشيد ها ها رشيد 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 عيال طيانة العيال العيال يطقطقون ارحب انت حيز لا لا عاد تفلها لا تفلها بسلم على الرجال لا تفل كرامتك كلها تابعها في عرس ترى وراك لا لا خلاص خلاص عباس ليش برجع عباس عون عون يا ويلكم يا عيال يا عيال يا عيال يا دب اي يا دباب الاعداد احنا بس من هناك اطلق من هنا انا ما تبي تطاحدين من رشيد من جودك وكذا بس الرجعه كيف لا لا السيارات 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 لا والله انه ثقه لا واحد من الشباب ينزل لك السلم اللي هو والله احمر اشك والله حاول رشيد سلم ذاك على بالك سلم يعني بيعوق يابا سلم طيب ايش العشر والله لا اجيكم انا اعطيه اعطيك والله لا اجيكم محمد محمد والله لا اجيكم باقي ربع ساعه ان شاء الله باقي دقيقه اسمع اعطيك اياها والله لا اجيكم قبعت يا عيال قبعت 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 يا عيال لا تبيعونها تعالوا ما في هبه يا رشيد يا رشيد ما في هبه يا رشيد ما في اي تدير للاداره يطلعون هناك دباب الاعداد ما في ايش قلت اخويا يعني يطلعون عند الباب يكلمون الناس ما لها سنه والله العظيم ما لهم داعي صراحه اخو العيال انا عدمت ذي بالله انك عدمت الله يطول عمرك استلم النية كانت ثلاثة النية هذه احنا دائما نهاية البث 30 اسكت خليها يا ولد الحق 4000 لي انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد ارحبوا عباس ما لي بربط ثوب ارحب لا والله اني صاد قربطه عطها 10 ريال ومدت لك هنا تبغى الكرك نصب لك منها كرك قريب والله قريب اربط ثوبك شو بتطيح اني عقاب ها والله بديت كرك اسطوع يا جماعه لا لا دقيقة خلاص عندي حل بجيبك السلم بحطه هنا ورق عشان تمسك في رجلي هنا ليل لا من تغير ما احبه يا ليل ليل صب صب بعد صب صب نزل السلم ذاك قلت لك اوه تقول لا نزل السلم ابو رحلة مرني انا يلا هدرف ابو رحلة نزل السلم هدرف نزل يا الله بروح 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 هذا الحفظ هوك هذا الحفظ هوك ابو رحلة اقعد نزل السلم ابشر نزل السلم اجيك يعني اجيك لا تقولوا ما اقدر اجيبه يا جيبه يا اهلي اجيبه بيطيح ذا ايه ايه قائد بس خليهم يجيبوا السلم لك بيجيبوا بيجيبوا اجلس اجلس الله يحفظك بيجيبونه 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 ها ها خلاص 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 شكرا على حسن تعاملكم معنا. سلم 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 سلم. نزلوا السلم. ها؟ عباس تتفقر اركب اركب مع السلم ذا تعال. ما يمدي. بما ان باقي اقل من 8 دقائق قوموا 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 خلنا نعطيها شله جماعيه. يلا. يلا. تعال تعال خلنا نعطيها شله جماعيه بما ان باقي 8 دقائق. لا ترقى. وش نغني انت اللي صاحب الغناء ما دقهم راقينهم الضحى في المدينه ما يعرفون ما يمديها هسه الضحى في المدينه النشامه دقهم راقينهم الضحى في المدينه ولد عدام يا
يا الربع تراكم فوق سقف يعني ادنى يا غلطه. كمل يا عقاب. ادنى غلطه يلا يلا صورة كمل يا رجال كمل عصريه الجمعه كمل خلينا نشل الله يرحمه عقاب كمل يلا خلينا نشل يا محمد دقيقة تكفى خلينا نشل يلا 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 برسل احذف عليها الغوري خليها تقلب كمل كمل جنب بعض جنب تعالوا تعالوا كذا 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 تعالوا كذا يلا سي يا عادل 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 امشي عادل عقاب عقاب والله انت تجي شو الحل تعال يا عقاب البيت النشامى ذوقهم راقي نوم الضحى في المدينة ما يعرفون يلا تكرد النشامى ذوقهم راقي نوم الضحى في المدينة ما يعرفونه نوم الضحى النشامى ذوقهم راقي نوم الضحى في المدينة ما يعرفونه نوم الضحى في المدينة ما يعرفونه يلا يلا واحد قال اسمعوا اسمعوا يلا اسمع اسمع عادل عادل اسمع عادل انا بكره يا جميلة قام ها يا اخوي ما نعرف جميلة تقول بكل شر لا الصريخ ذا راح مع عبد العزيز سعود يلا اجل تحفظنا انت جمعنا على العز والطاعه يلا انت جمعنا على العز والطاعه وانت برقنا في جوج الله وساعد من يحفظنا على كل سماعه يا فرق ما بعدات الجماع انت جمعنا على العز والطاعه وانت برقنا في جوج الله وساعد من يحفظنا على كل سماعه فرق ما بعد هات جماعي العب المنكوس واحب رباعه من بالوقت والوقت خداعي ما دريت ضحكة الوقت غدار شفت مدخلي ولا شفت صفقوا صفقوا علشان شيل الشلة صفقوا لا 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 يا لا 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 جمعنا على العز والطاعة وانت فرقنا بجوج الله وساعد من يحط له على كل سماعه جاء فرق ما بعد هات جماعي انت جمعنا على العز والطاعه وانت فرقنا بجوج الله وساعد العب المنكوس واحب الرباعه من في الوقت والوقت خداعي لا 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 شكرا تفتيش ما ايه ذا كله زحمه انت ما بعد ما بغيت توصل بوردنج بسبب الزحمه شلون توصلنا المهم هو حكي لي كم ضابط وكذا ويضبطوني وادخل ادخل متاخر خمس دقائق قلت في بالي الطياره راحت هي رايحه خلاص واروح امر على بقاله اخذ ما وانا في بالي والله اني برجع صراحه يوم جيت هي الطياره هذا موجوده حرام مهيب لا مو انا لحالي طلع مهيبين طلع يوم دخل الطياره انا اول واحد دخل الطياره كلهم عدم وراي وانت نص ساعه ويوم طارت الطياره يا رجال قسم بالله كانك فوق جيب والله اني صادق يا رجال والله اني راقد يربكك والله اني راقد الطياره فاضيه طيب انا راقد والله اني قمت جاني ارتجاج في المخ من كثر ما اهتز الطياره عشان الغيوم تراك الموت ها اول مره اذل اول مره اذل من طياره ذيك المره يقول واحد من الشيبان يقول كل شيء من الشريده لا الطياره ما منها شريده يقول ميت ميت يقول الموت عندك تفتح الباب وتتحذف عمر لا مو غلط ما بي اسمع اسمعني في سالفه من حادث شو خالد ما ادري والله من محتار اقول ولا بدون اسماء وبدون اشياء لا اي بدون اسماء ان شاء الله اول مو باول حادث لي لكن اول حادث مرعب بالنسبه لي كان شيء إيه. عندك سوابق عوادة واجد ادناها تو قبل المره المركب الطويله رايح المدرسه انا واخواني احنا نروح على موتر واحد الموتر كان هيليكس 2012 بدون خطوط ابيض سوح ايوه طيب الهيليكس ذاك ايش اقولكم ما في شيء ما جاها اسطوف الزمن كلها جاها اسطوف بقى محركين المدرسه الصباح الساعه 6 الصباح طالع من البيت ورايحين صوب المدرسه طيب وتعرفون اللي انا يمين معاون اخي اللي يسوق وانا الدنيا عندي رايح المدرسه رايح صوب مدرسه الرياضيات الحصه الاولى افكر كذا وجيت كاف لاخر شيء نفسيه تعبانه واخي سوق يوم قلت دخلنا المنطقه اللي فيها المدرسه وخلاص قلت حمق بيع على المدرسه طبعا اخي بعد نفس الشيء قافله معه يسوق يلا يلا يسوق الشمس يلا يلا يسوق طيب كذا عبيد يلا يلا يسوق مو في بيت وانا في جنبه حلو الخط الحين
سيدة عقبة تلف يمين رايح جاي، وفي موتر لف يسار وحنا جايين. طيب فهم خلنا نعلمك. لا هو لف علينا، هو مسرع جاي مسرع. شوف انا الحين تكرر شوف مسرع، احنا نمشي عادي، عقبة لف علينا اقبل علينا ومجاي طاير طاير في السماء مسرع. وانا تفكر فيه عندي 10 ثواني يمديني اقول يا ولد يا سالم السيارة فلان روح لز شوي، اتفكر منصدم ويا ذاك طاير في السماء. وحنا نسير وانا تفكر 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 ويخمنا يا رجال والله العظيم ما زل عليكم كلمة، والله اني صادق خشم موتره كذا فوق خشم موترنا، والله اني اشوف التاير كذا قدام، والله اني اشوف موتره هو هيلكس دبل احنا هيلكس عادي، والله اني تفكر في تاير موتره يعني شو لو شد حيل التاير شوي دخل في راسي قسم بالله اني صادق. عقبه نزل الموتر لحاله وكذا، وتعرفون اللي كم في واحد معطيك كف وانزل. طبعا انا دائما امسك روحي في المواقف اللي مثل كذا، امسك روحي اكون واعي بنفسي وانزل من السياره شويه. اللي دعمنا واحد معنا في المدرسه بطل موتره وراسه كله دميان، اثر ويش ضارب درك سوى راسه كله دميان ولا عاد قدر يتحكم في نفسه. ما ادري وين جات الاسعاف شلت المستشفى كان قريب يعني سبحان الله امسك هذا قدام المستشفى. المهم وديناه ودوه مستشفى عام كبير وغاب يمكن فتره طويله، صار في مشكله في مخه بسبب العاده. ايوه انا واخواني الصغار بعد صار لهم اللي جاه الدم هنا، واللي اخي جاء واحد من الشباب اعطانا موتره، واحد من الشباب ما انسى قال روح المدرسه خلاص وحن انا بس انا الموتر انا بعلمك انا انقر لا وياتي اخي بيروح بينزل اخواني صغار في مدرستهم، احنا مدرستنا احنا مدرستين فهمت، وراح يبغى ينزل اخواني مدرستهم. انا الحين كذا تعرفون اللي منصدم تكره يا ولد انت شبعك، احنا الحين مسويين حادث وما ادري من اللي صاحي فينا من اللي مو بصاحي وما ادري من اللي ما ادري مو ما ادري، وتروح تودينا المدرسه روح عندنا المستشفى هذا قريب المستشفى ونروح المستشفى ويعطونا ثلاث ايام اجازه ثلاث ايام اجازه ونستان. بس انه رجعت البيت رقت قمت يا ريجي والله عظامي ما تشلني من حادث كذا خذوها لا خذوها قاعده، اذا سويت حادث اللي منكم يسوي حادث اول ما يرقد ويقوم من النوم عظامه ما تشل متكسر مره واحده. قوم النهضه اللي جاتها قوم الحين الهليكسات هي المشكله مئة على مئة همة وحيوية إلى النجومية سكربت من قدة سكربت من قدة أرحبوا وأرحبوا هذا سكريبت أرحبوا وأرحبوا هذا سكريبت عطه على